السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم، وأنا أشكر مختار الشرفي والأستاذة أمل، وأنا أشكر كل الصحفيين وأشكركم أنتم. فأنا صح أنني هربت من أهلي، صح أني ما عاد أشتيش عندهم، خلاص أنا أعيش عند عمي. إيش براءة الطفولة؟ إيش بذنب الأطفال من تتزوجوهم كذا؟ يعني مثلا أنا بحل مشكلتي صح، بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم، يمكن يموتوا، يمكن ينتحروا، يمكن يفعلوا اللي براسهم، لأنهم أطفال ما يدروش بحاجة، يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجة. يعني إيش ذنبنا إحنا؟ مش الوحيدة أنا، يمكن كل الأطفال، في ناس كثير، بعض الأطفال يعني دبزوا بنفسهم في البحر ما عاد باغي. يعني إيش البراءة هذه؟ هذه ما إيش براءة. صح انني انا هربت من عند عمي، عمي ما كانش موجود، فاني اتصلت لعبد الجبار جيباني، وعبد الجبار جاب لي بنت وسافرت انا اياها للحديده، وعمي لما عرف بالموضوع قالي، وكمان امي تشتد بلغت علينا الشرطه، انا عمري 11 سنه وتشتد تزوجني. يعني ما فيش حياه، ما فيش تعليم، ما فيش قوه، ما فيش بين قلبهم رحمه. ايش هذه التربيه معاهم؟ الموت ارحمني، انني اموت ولا ابقى. انا افضل ان اكون عند عمي ولا افضل عندهم. يقتلوني، يهددوني، يغلوني، اذا رحت عند عمك بنقتلك. يعني ايش هذا؟ ايش تهديد؟ تهددوا الاطفال، يرضيكم زيي انا كذا؟ ها يزوجوني يرضيكم؟ وكمان انا عادي القتل عندي عادي، ولا اعيش عندهم ولا اعيش عندهم. قتلوا أحلامنا، قتلوا كل شيء اللي فينا، يعني ما باقي. هذه ما هي عاد تربية، هذه قدرناها إجرام. خالتي وهي خالتي عمرها 13 سنة، فعلت سنة مع زوجها وقبت الغاز وتروشت به وماتت. يعني كان يشل الحدايد والحدايد ويسكر وبينه مرض وبينه كل شيء. يعني يرضيكم إنه يعني تزوج؟ يرضيكم؟ يا أم اقنعي مني، يا أهلي اقنعوني، أنا ما اشتيكمش، خلاص دمرتوا أحلامي، كلها دمرتوها.